ياللي ما حبوني ضحكوا عليا وياللي ما حبوني ضحكوا عليا وانا راني هبيل وانا راني هبيل وطمع سبابي را الدنيا وصحابي اللي غوبيا وبرلو هانيك شفتو بعياني دا مسكين السي نسى السوار ديال الدار وطلعتو باش يجبد السوار تحت الدار. نسى السوار؟ انا ما تنعرفو كاع بعدا. لا دار من هادي؟ هي دار ديال داك السيد سميتو هذاك السيد عرفتي؟ هذاك السيد عرفتيه؟ جيتو حتى البلاد في ليو وجاكم الرواح. لا مش عندك. لا واش ما عرفتوش باللي راه حفرتو قبركم بيديكم؟ شكون؟ انا ما تنعرفوش انايا. ما كتعرفوش. ونزلو ونزلو نزل عندي ونزل واش عاوني اخويا ماسك المعصب. ماشي كدوم كتوقع لي تا في الحبس غتزوج بختي. شكون هو؟ اويلي شكون هو هذا اللي غيتزوج بختك؟ اجي لهنا وكي جاتك؟ كتشبه لك غير هي ما عندهاش المستاش. تبارك الله صلى على النبي عليك. تبارك الله وصلى على النبي عليك. شنو؟ شوف نعم تسمحوا لي نمشي نقضي واحد الغرض دابا ومنين نجي نقراو الفاتحه. انت مشكل دي معاك اختك راه حشمات شويه خليها تولس بيها تولي بها شويه. با با شتي اش قال لي؟ قال لي نجيو نقراو الفاتحه. اه غنقراو الفاتحه عليك. غنقراو الفاتحه عليك. واش انا قلت شي حاجه فضيله؟ راه هما اللي قالوا. هما اللي قالوا خصنا حنا نطوعوا. هذوك ما اولياء الامر منكم ياك سي مبارك. مادو هادو هما اللي قلت لك معلقين في الشرجم وكيتصنتوا عندنا. نتوما منين نتوما؟ حنا من الدوار. شمن دوار؟ والله الا واش كديروا فوق الدار ديالي كطلعوا فوق الدار ديال شنين؟ لا دابا هذا السي ما تنعرفوش. قال لي انسى سارو ديال الدار وزيتو باش يجيب السارو. انا بغيت يسلط عندنا هذا البيض. سير عيط على روسي. دبرتو عليها اليوم حفرتو قبركم بيديكم. شتي دابا دار ما تنعرفوش. قري نسى السوار ديال الدار وقري طلعني طلعتو باش يجيب السوارت وبنمشي بحال ديك الساعه وشدنا صاحبك. السوارت وتطلع على دار الجنين طالع ليه الفوق وتطلع ليه. ها ما خفتيش؟ ولكن بالحق شوف الروسي غادي يجي. الروسي تا هو تا هو نتوا شحال هادي ما درناش شي ايام الحبيب بيس. بالحق اجي قول لي كيعجبكم موس غليظ ولا رقيق؟ شنو الموس؟ لا على بالي في هذا الموس. دوي دوي انا هي البقره اللي غتزوج عليها. واش انا دمدومه كضحك عليا؟ ها نضحك عليك انت يا فضيله. دخلت عليك بالله هذاك الجن هذاك مسخوط الوالدين يقولوا لي حنا لا جاب لنا اختو. نقول لي سير بحالك اخويا ما بغيناش. والله يا سلمى الجن اللي كانوا كيحطونا باش يحسبونا واحد واحد فاش كنا في سويسرا. الوحيد اللي ما كيبانش ليه الخيال لا في الحيط ولا في الارض نوضو حنا نقول ليه ما بغيناش اختك بغيتي يذبحنا. كذاب انت هو اكبر جن شفت. ما درتي لا بوجهي ولا بوجه بنتك. شوف با هاد الكذب كله ديالك راه ماشي معايا با. جبتي فضيله وقلنا ماشي مشكل دوزناها لكويس سلمى. تزيدني من اخرى بغيتي نتشلى با. والله با وتزوجتي على فضيله. انا غير سير قلب عليا في الربع الخالي تلت الخالي وغنمشي انا وياك ان شاء الله.
واش تصطيتها مباركه سلمى تصطيته نتوما انا ندير عليك مرة اخرى امين كنت انا كرهت ولكن مين كنت شكون خرج الجنه خذ انا انت معنا الدار بيتي تقتلنا دابا شنو غادي تجوج بها لا ما كنتش بحالك ما كنتش بحالك ادوي صافي فضيله ما تقلك ادوي انا ادوي الروسي يلا تكلم كنت غادي ندوي ولكن الجنين واقيلا بغاني نمشي معاه برك الله الاول برك حداهم تاع الطيبي ترجع هو سرع قال اش درتي حتى ترجع أويلي 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 أه شنين؟ نعم الروسي راه هنا فين هو زيد 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 دخل 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 الروسي دخل تفضل صافي هادو قتلت فيهم تكون ماتوا كل لاباس عليهم ومالهم ساكتين ما كيتنفسوش خويا ما تمام رجل الكارط ضربنا بحزره تكى بنادم ويسخف واش غدير دابا غتقتلهم كيفاش تقتلهم زعما نقتلهم تيموتوا شكون هذا وسد عبد القادر جاب السلاح زيد زيد قدامي جنين خليك معايا شوف قصر شي شويه مع راسك كان جاي يد رجل عين شوف نوض اخويا تريتي نوض قبل ما نرجع نقتلكم نوض اخويا نوض اخويا نقزو من الشرجم تشرجم فيه الكرياج قلبوا على شي سقف تقتلهم نال الشيطان فضيلان على الشيطان اويلي خايبه حتى في تعويضه خايبه حشومه كاع اش هاد الويل هذا اش هاد الشيء هذا ولينا حنا فيه ها نفخ عليه انا ندور فيه انا ها نعايرو انا نقتلو انا شغلي هذاك ولكن يتزوج عليا الله لا كانت ليه بالله سمعتيني الله لا خليت هدوز ليه الحمد لله اللي كاينه المدونه وانت فضيله كتنتبع عليه بحال الا مشى ليك زي كابريو لا لا شي طاح راه السيد كاع ما يسالش هاد الضجه كامل هي انا عارفه ولكن راه الحب عرفتي شنو هو الحب الحب هو ملي كتبغي شي واحد ما فيه ما يتبغى عرفتي الا مشات حتى طاحت عليك طرطواره باش كتحس كتقصح فضيله كتقصح هو راه داك هو الحب هذا بالمناسبه كيتسمى الحب الاعور شكرا على التعريف لا يطيح حبك على حجره يكون اعور ولا اعرج وانت مالك اخويا دغيا درتي فيا فضيله راه ماشي الخاطر فضيله راه السيد هز عليا مكحله قال لي خذ هادي انا راه تهز عليا مكحله تقول لي ناخذ هادي ناخذها راه بلا نقاش ما بقاو لا مشاعر لا حب لا رومانسيه وعذري وخاوي يغصبوني فيها مبارك بغاو يغصبوني في راجلي والله يجيب اللي غصبنا في شبابنا وفي المقبرة وما بعد الممات وفي كل شيء أويلي 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 فضيلة رجع الله أش غادي نقول لعتيقة مولات الحوايج أش غادي نقول نادية مولات المكياج أش غادي نقول لخديجة الكسالة الحمام أش غنقول ليهم ديك حليمة باقي كدير معاكم دار ديك الغليظة لا لا ديك راه تشدات على تكون طربون لا 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 الله الا بقيتي فيها فضيله بالله ايوا اش غندير اخويا اش غندير لقى لي شي حل فروم ذا ديبث اوف ماي هارت زعما بقيتي فيها انا عندي لك واحد الحل فضيله شنو هو تعطيني شويه راس المال غنمشي عنديك كلتو ما نعطيه ليها ونقول لها بعدي من الراجل سالين هذا هو الحل ايوا شحال غتقام عليا اخويا هاد الشريه هادي وهاد البيعه ديما كنبغيوش نخدموا بهاد الطريقه ولكن ما عندك ما ديرهاش لي فري ترانسبور لي فريزون ا دوميسيل انا صرت في 1080 كيلك شهر بلاتي نجد 20% دو تي في فوالا درت لك واحد لا ريدكسيون نون بادي بيس وهاد الزيرو هذا لا لا الفاصيل هذا هو صافي جاتك دونت وري يلا اخويا عرفتي يا طيب كنت كنشوف هادوك البنات اللي كيبقاو يتخلعوا على شي واحد وكيبقاو يبكيو عليه وكنبقى نضحك عليهم علاش دابا ما بقيتي زعما كون شفتي حالتي ملي كانوا شادينك لا تفهم شنو غادي نفهم غتفهم بلي بلاصتك راه كبيره عندي وبلي عزيز عليا سبحان الله طيب كنحس براسي بحال كنعرفك هادي شحال
سليمة أنا كنت باغي نقول لك شي هضرة شحال هادي وما كانش الوقت المناسب، ولكن دابا كنشوف هذا هو الوقت المناسب فين نقدر نقول لك. فاش كانوا شاديني كيتعداو عليا وكيتكرفسوا عليا ما كنتش كنخمم في راسي كاع، كنت كنخمم فيك انتي. كنقول نقول مالي ونقول مالي نقول مالي فهاد العشاء. صباح مبارك، بغيتي شي حاجه؟ لا انا شفتكم جالسين بوحدكم قلت تونسكم فيها شي عيب. لا خويا بغيناك تونسنا وريني صفايح رجليك. هي هي الاولى. انا جالس ماشي مشكله، عطيو مع بعضياتكم والله ما نتسوق لكم انا بال... انا كاع غنغمر. تغمض ما ترمش ان شاء الله. مال هادشي؟ ما عرف سيدي. شوف انت مالها، شوف انت تتكحت فيق صاحبي تخشي وتحت البالة ديالك. واش بان لك؟ انا شفت واحد قتل فيه بغاش يموت. ويلي ما بقاش عندك فرصه. ماشي ما بقاش عندي الفرصه، هو عنده سبعة الرواح. يلا دوز سته وانت شوف على جنس بعدا هذا. شوف غير هذا واش نقول لك؟ ما قولي ولا شنو هو الله اعلم. هذا تا هو باكستاني. انا مصطفى، مصطفى شنو؟ انا مصطفى هادشي هادشي. انا مصطفى الناس اللي كتبغي تموت يجوا يحلموا يا مصطفى. هذا هو الروسي يا مصطفى. دابا شوف بلي كبا با الروسي نشدوهم نقرضوهم طريفات ولا نديروهم طرونش؟ لا 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 ما عندناش البواطات. شاش غنديروا واحد القضيه غادي نهزوهم نديهم لشي دوار يكون بعيد عليكم شي غابه ونحطوهم مقادين، حيت طبعا ما عندوش مع داكشي ديال السكفكف ياكلوهم والله يرحمهم. يا واعر واعر روسي الله يتواعر. شتي اللي كاين؟ تيجبد لك شي افكار في شكال. عجبتني الا فكره واعره. شتي روسي هاد البلا اللي عطانا نديهم الخلا عين ما شافته قد ما وجهت. زيد قدامي انا زيد. شتي شطرت شي شويه عند روسكم؟ كنا من الصباح وانا كنقول لكم هربوا. ها؟ وجيش تهربوا؟ علاش مصطفى كيدير الخير؟ الله يرحمكم الله يرحمكم الله يرحمكم اخوتي الله يرحمك انت. السلام ورحمة الله. كلتوما انا جيت بغيت ندير غير واحد لاجر وبغيتك تعاونيني فيه والله العظيم. هذه راه ما عندي لا ربح لا نقل جمال في هادشي. اسمح لي يا ولد الناس، انا ما مولفاش نوقف مع البراني في الزنقه، راه الا شافونا غيتخرقوا لنا المشاكل. كيشتينا نقد على شي مشاكل؟ انا بغيتك غير تسمعيني مزيان شنو غنقول لك. شنو بغيتي؟ داك مصطفى اللي بغى يجوزك ليه جنين، راه ما يسوى ما يصلح. راه واحد المسخوط راه جرى على والديه كيدير هادشي ديال المخدرات من الطابة دوز على السيليسيون الحبوب المهلوسة. كانوا شدوا داك العام في مراكش داير روبورتور كيوزع اللحم ديال الكلاب على مالين سوسيس. راه لا اله الا الله والله ما كنبغيش ندوي فيه، ولكن داك السيد راه العفو صافي شغلو هذاك. كلتو خاصك تسمعيني مزيان شنو نقول لك. راه حياتك هادي، راه السيد عنيف وكيضرب، راه صحابك فضيله فرحانه. فضيله راه السنسول ديالها محزمه غير بسلك، وانا اللي ديتها تدارتو في سبيطار الحوم. ايوا خدني انت. سمعني مزيان واش يا اخي اش كدير انت هنا؟ والله سيدي يلا لقيتنا كنجوع على الاقتصاد ديال تركيا. تبارك الله على الاستاذ ساره خيمات. اش كدير هنا؟ راه تلفات لي الطريق وبغيت نخرج للجنانات وكنسولها. تلفات الطريق باقي صغير تبارك الله. الطريق وحده اللي كاينه. اسمع نقول لك جوج كلمات ما نعاودوش معاك. هذيك التحرميه وتقل الادب ديالك دايره في المدينه ماشي هنا. حنا عندنا الدور محافظ، الرجال ما كيدويوش مع العيالات ولا يوقفوا في الزنقه بلا موجب شرع، ولا كان براني ربح في القبرو. واش انا بنت لك دابا براني سي الحاج؟ والله على الان على الشيطان واستاذ فهمني. الشيطان الشيطان مسكين اش دار لينا وانا واقف قدام الباترون ديال الشياطين. زين تبارك الله كويدر كوير ديو هذا ربيو. سي كويدر سي كوير بلاتي نشرح لكم راه الاقتصاد والمبادره خاصها تكون حساسيه. يعطيك العمق. زيدي قدامي زيدي قدامي. زين تبارك الله سلاسه. تحرك وين سير تحرك.
اطلع قلت لك اطلع روزي خساره كبيره اخويا هذا اللي يطلع شارك معك جريمه واحده شحال ولك نحلم على هادشي في الحبس هات تحقق لك الحلم اليوم ولكن غنكون نساب دابا غنعطيك اختي ان شاء الله ملي تولدوا ولدوا لنا شي حباسه ترى غنولد لك ولاد انا من الفوت شمو بغينا نزلو نقول لك خالي بغينا نتشدو خالي بغينا نتشدو ودابا هادشي تا كيف شحال طلعتان لا لا دابا انا غادي نموت قتلهم حشومه يشوفوني كنشوف فيهم غيبقى فيهم الحال انت اش غادي دير حطهم قول عليهم بسم الله وخلي الضبع يتكلفوا وصافي ديري الروسي واعر هذا الروسي هذا والله تا واعر عنده شي افكار واه حتى لما سمعوني نقول لهم على واحد القضيه راه اللي تبع الروسي كياكلوا الضبوعه ياك كاينه الروسي نعم سير اخويا ترتاح ليك حنا غنمشيو نتكلفوا بهذه المهمه الله يسهل عليك كنواعدك ما نشوفش فيهم الله يسهل عليك غترجع تلقاوني نطيب لكم واحد البراد ديال هادشي يا سلام يلا يلا الله يهنيك سير روسي اختي كلثوم دخلها في ديره زيدو مرحبا حنا دابا راه ولينا عائله هذا عائله علاش جينا نهضر معك دابا اختي كلثوم وحده زوينه بحالك وباقا صغيره واش تقدر تجي درها على واحد المراه واحده اخرى ورا الشرع عطى 4 الشرع عطى 4 ولا عطى 5 ولا عطى 6 ولا 7 ودخلت عليك بالله اش عجبك في هذاك الراجل واش فيه شي حاجه ما يتعجب ها بانت لك فيه شي علامه ديال الزين عندها الصح وحده زعما بحال قدك خاصها تلقى واحد قدها وبارا كبير ما يصلحش لك واش تبغي تزوجي بواحد بنتو قدك وراه كيقولوا راجل ما فيه ما يتعيب يا راه هادشي اللي كديري انت اللي عيب عيب وعار عليك ديري هادشي شوف اختي سليمه حسبيني انا بحال امك شوف اختي كلثوم نقول لك واحد القضيه انا راه هادشي هادي راه ما عندي فيه لا اناقه ولا جمال ياك هذاك الراجل هذاك اللي باغاه راجلي راه ما يصلحش لك انا نقول لك راه كيبيع في القرقوبي كيبيع في الحشيش 3 شهور هو مضروب بالحبس كان حصلوه قراب كيبيع في الشراب وعاد بلا ما نقول لك داكشي اللي كيشرب وداكشي اللي كيكمي وداكشي اللي كيتقرقب مصيبه كحله راه يقرقبك يضربك مع الحيط انا نقول لك انا راه ما عندي لا اناقه ولا جمال في هادشي انا راه هادشي غير خساره عندي بغيت لك غير خير عندها الصح برا ما يسوى ما يصلح والله ما يصوى بصلا راه الجنيه الكحله ما تعشروش كون ماشي هاد السيده هادي اللي قبلت عليه الله يجازيها بالخير امين واش غنقول لكم انا غنجيكم من الاخر انا الجنيين راه خويا غير من با من نهار مات المرحومه هو محرر فيا العيشه مابقاش كيخليني نمشي حتى عند خوالي ايوا من بعد هذا ما كيعنيش انك تضيعي شبابك مع واحد قد باك شوفي شي واحد اللي تبغيه ويبغيك يكون قدك شتي انا جيبوا لي حتى حلوف راه غادي نتزوج به المهم نخرج من هاد العيشه ديال جهنم راه ما كاين فرق ما بين الحلوف وما بين الكلب شوف نقول لك بنيتي واحد القضيه راه والله العظيم اللهم ان هذا منكر راه كاين مبارك ياك مبارك صغير زبون القاري علاه ما وصلاتك واحد الامانه اللي صيفطتها لك مع مبارك داك الولد داك السمر داك زوين داك زوين جا مسكين حتى هو يقول لي هذه الهضره اللي قلتو لي ايوا صح حصلوا عمي حدو وي دافين يربيه شنو ويلي فضيله دافين فين يربيه ما عطاكش الفلوس فاش ديتي من عنده والو لا ما عطاك تبعني غير نوصي فلوسي اجي وقلتو بلاتي حنا راجعين شربوا كاس اتاي لا عرفتي غادي نبينا هذا بارك عليك بارك عليك انا بارك الله على فيك هبط معلم هبط هبط يلا الدردب ما تمش مبال قاعد زيد زيد يا اخي تحرك زيد يا ولدي زيد
زيد. اه انا شاف بق تا زيد انت فيك شحال ديال الطبوحات بقى من 60 والو. فين غادي بينا خويا فين؟ اه فين غادي بينا؟ غادي نتكبوا واحد القنت زوين غادي يعجبكم. الشريف راك فاهم لا غلط، حنا راك نقلبوا على واحد السيد سميتو مصطفى، حنا راه ما عندنا ما نديرو بكم نتوما. شو اش كتخربق؟ لا لا شوف دابا هو راه عنده الكنز، شري التامتي معنا عندك ربع. شتي نتوما دخل على اللي فيكم وخليوه عندكم، مازال غتحتاجوها ولدي. واش دابا حنا غير كنفكوا واحد كيوحل لينا الاخر، اش غنديروا دابا فهاد الصغيره هادي؟ سكتي شويه سكتي. انت سيري ديها غير في باك وقولي ليه على مبارك، انا غادي نمشي نقضي واحد الغرض نجيب واحد لمنه من ديك الطوموبيل ونجي. اش اش من الغرض هذا؟ ديري فيا النيه ديري النيه مالك فيك الشك. هادشي اللي ما كنحمش فيك هو داك الدغل ديالك. صافي حتى نجي ونعاود مصايب هادي. صافي علبتو عليا وانتم لقيتوني. الشاف راه فاهمين غلط الشاف. لا هو راه ماشي نتوما اللي كنقلبوا عليكم. اه حيد الشاف انا ما كنتقلب. انا اخويا على واحد. لا 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 صافي صافي. اسكت اصاحبي اش كتبقى تجاوب؟ راه تيضربني البروفيسور المعلم. كيضربك كتبقى تجاوب معاه؟ اسكت ما جاوبتوش ما جاوبتوش. كي المعلم الا تعصب غادي يذبح شي واحد هنايا. لا لا الله يبقى براحته ما تعصبش ما تعصبش. الهرم اللي دار لكم هاك راه عمي الديب كيتسناك. دابا لك والو هنا اش تولد تسكت. ندوي معاك جنين راه ما كاينش في الدار. لا نعرف جنين ما كاينش في الدار خلاني هنا غير انا بغيت ندوي معاك. ما انا واحد راجل كنحصر من المراه نهار نتزوجو. فين كتفكري تدوزي انت شهر العسل؟ شهر العسل خساره اللي بغيتي انت امري وانا نفذ. اسمع الشريف كيقول لك العروسه فوق الكرسي ما عرفوها فين ترسي. ترسي عندي انا غير انا قلت نستشر معاك لا عجبك شي بلاد في المكسيك ولا روسيا ولا سويسرا ولا ايرلندا ولا فنلندا انت امري وانا نفت. انا بغيت نمشي للمريخ. حتى المريخ راه مالو باش بعيد المريخ على تركيا 4 كيلومتر ولا 5 حداها. والله هادشي اللي قلت انا مع راسي. انا بغيت شي سوق الاربعه سوق الحد سوق الجمعه حد كرت. اه قال لك اللي ما كيتشابه خو حرام والله الا هاد الميمه اللي ولداتكم بجوج خصني ندير لها بعرق. مرا متواضعه وشعبيه والفول والحمص اويلي المهم تا رزقي 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 فلوسي اويلي اويلي داليا الشفار الشفار وبنتو الشفاره كلهم كذابه اويلي فلوسي انا هذه مهمتي اجي طلعي لي يا امي شوفي بنتك مشى لي رزقي 1,725,000 فرنك اللي كنت كنجمع فيها الدوالي اربعة الشفاره اويلي عباد الله اويلي فلوسي فلوسي أويلي أويلي فلوسي أويلي عباد الله أويلي أويلي فلوسي أويلي عباد الله مرتي فضيلة فهمتي أكل شوم كان نكملوا ذاك الشيء فهمت شنو سير سير وين مدام هو يا ودي يا رجلي يا ودي كيفاش اش كاين الشفار؟ انت هو الشفار كبير. كيفاش اكبر شفار كذاب غلاق. واش عباد الله؟ فين ما كتمشي لها شي حاجه خصها تسمع فيا. انا غادي نشوهك انا، انا غادي نشوهك يا الشفار يا كذاب يا الشلابي. يا سيري شوف الشفاره. سيري وشوف الشفاره. انا غادي نوريك. شوه انا وياك كذاب. يلاه سيري.
سيري يلا كضرب لي الحجر يا سيري تشوف الشوا اول ضرب الحجر يا سيري بلاتي عليك غنضربك حجر غنرجمك واش عيبات فيك تخول لك شي حاجه دير ها بلاتي نتفاهموا الشريف الله يرحم ليك الوالدين وسكتنا راه هادشي اللي كديروا فيه راه ما خدامش مسح لي النظر باش نشوف فيك مزيان ونقول لك واحد الحاجه قلتنا قال مسح لي النظر هادشي راه كيتنافى مع حقوق الانسان ومجوانات السير وحقوق الطفل واش نتوما ربطوني غير في شي بلاصه انيقه بعدا واش مع تبنوا البهيم يلا مسح لي النظر وراه اش كدير واش كتسد لي عيني ولا اش قال لك راسك واش سي محمد راه والله العلي العظيم انا زيد شوف راه ما خصنيش كاع ندوي حتى تجي المحاميه ديالي ولكن زعما بغينا دينا منك وريح وزكا وما بقيتش تراي يلا نمشي نضربوا داك الطاجين اش هز واحد 4000 في الجيب انا نينا وراه ماشي انسانيه هادي واش يضرب الطاجين وشي طرفت هنا وحلو ناسي وحلو ناسي والله العظيم الا ظلمتيني بالله تشير عليا بالحجر يا الشفار صافي تشوهنا ها هو اللي شوهني الشفار القمار فين عمرين اخوانتك واش انا عمري لقيتيني خشي يديك بجيبك ولا كدورك في اخوانتي فين ما كتمشي لك شي حاجه خشي يبان لك با سطوف وريك اخوان انا فين عمري تلاقيت معاك نهار خدتك نزول جوج ثلاثه ديال الخطرات ملي كتخرج من الحاجه كتشوف انا اللي بغا طيح الروح انا غادي نشوهك انا غادي نوري انت يا كيقولوا لك الروسي انت ما روسي ما تركي ما هندي انت كذاب شفار انا غادي نشوهك اليوم غادي تطيح الروح ياك اختي انا غادي نمشي عند داك الجن نقول ليه يجي يشوف الجن ديال بصح يا الشلابيه الكذاب اللي دخلتي بسميه ماشي حتى ديالك للحبس ياك اختي يلا سيري قولي لهم راني شديت على هوندا قات مزوره ودخلوا للحبس كفالسو نقول لهم انا ما كنت لا روسي لا ولا غسابك باش تشوهينا لا فضحينا باش انا شدوني هنا وصيفطوك التحفيه انا انت اللي غادي تمشي حفيها اه يا العيالات اللي واخده انا وكنت بحال على ودير على اللاق مع تاريال انا خويا عطيتك شي حاجه ديال الصداقه انا كنمشي فيها Yeah.